طبعا كل اللعيبه وكل الناس الموجودين في السفريه هنا يعني كلهم مركزين وكلنا مستعدين وعارفين اهميه الماتش بالنسبه لنا. احنا لسه واصلين امبارح، ان شاء الله هنبدا النهارده ان احنا اول تمرينه، وهنشتغل مع الكوتش ونحضر للماتش. طبعا كل الناس عارفة أهمية الماتش بالنسبة لنا وأهمية ال3 نقط دي بالنسبة لنا، إن أنت تكسب ماتش خارج ملعبك، فدي حاجة مهمة بالنسبة لنا يعني في المجموعة. وإحنا هنحضر زيه زي أي ماتش بالنسبة لنا، تحضيرنا وتركيزنا ونشوف التاكتكس اللي الراجل بيقول لنا عليها، وهنتفرج على الفرقة مرة واثنين وثلاثة، واحنا كلعيبه بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنتكلم على اهميه الماتش واهميه المحاوله اللي جايه. يعني المجموعه اللي موجوده دلوقتي بروفيشنال كفايه يعني ان هي تقدر تتعامل مع الاجهاد ده، وده بيحصل في العالم كله. انت بيبقى في توقف دولي، العالم كله اللعيبه بتروح منتخباتها وبترجع على ماتشات، فيعني كل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي مركزة في شغلها ومركزة في إن هي تريكوفر أسرع وإن هي تبقى في أحسن حالة ليها عشان يوم ما المدرب يحتاجك تبقى موجود دايما يعني. فأنا شايف إن كل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي عارفة إزاي بتشتغل وعارفة إزاي بتأهل نفسها إن هي تبقى موجودة في الماتش اللي بعديه والماتش اللي بعد الماتش اللي بعديه، وبيريح إزاي وبيشتغل على نفسه إزاي. بس زي ما قلت احنا كلنا بنستعد وكلنا نبقى مركزين في الماتش ومؤهلين نفسيا ان احنا نلعب. القرار مين يلعب ومين ما يلعبش دي بتاعت المدير الفني، بس كل اللعيبه اللي موجوده بالاحتياطي بالناس اللي بره بتبقى قلبها على قلب الفرقه وكله مركز مع الفرقه ان هو يأدي. وساعات بسبب ان بيبقى فيه زي ما قلنا ان بيبقى في اجهاد لبعض اللعيبه، ففي لعيبه كتير بتريح ولعيبه بتلعب عشان الفرقه كلها تقدر تأدي الموسم كله. لكن في الاول في الاخر الراجل هو اللي بيبقى مسؤول زي ما هو قال ان هو يحط انسب تشكيله لانسب ماتش، ودي حاجه كل الفرقه بتحترمها وكل الفرقه بتمشي تحت المنظومه يعني.